ازيك يا هادي؟ عامل ايه يا هادي؟ وحشتنا خالص. انت جايب لنا لعبة جديدة النهاردة ولا ايه؟ رمل سحري، بس شكلها علبة مفاجآت ومش عارفين اذا كان رمل سحري ولا صلصال سفنجي ولا ايه بالظبط. فيها ممكن يبقى فيها كذا حاجة مع بعض ولا ايه؟ ده في شكلها فيها كذا حاجة. ايه العلبة الغريبة دي؟ طب بقول لك ايه يا هادي، تعالى نجيبها هنا وانت سمحت تعدل كده، اقعد كده عدل، وفادي هيقعد جنبك عدل هو كمان عشان نشوف العلبه دي جواها ايه. ماشي. بصوا يا اصحابي، العلبه دي يا اصحابي اكيد جواها مفاجاه جميله. هي ترى فيها ايه بقى؟ ايه؟ طيب بصي، تعالى تعالى يا هادي انت وفادي نفتح العلبه ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف كده فيها ايه عشان هنلعب بيه. الله، بص بقى، اول حاجه ده ايه؟ اخطبوط. اخطبوط. وكمان نجمه. الله. وايه كمان؟ دولفين. دولفين. ثواني نطلع الالعاب البلاستيك الاول. ده ايه؟ ده رمل سحري لونه ايه؟ بيربل. بيربل او موف. وده رمل سحري برضو. ده رمل سحري برضه. ده بيوقع الحقي. رمل سحري لونه غريب قوي، لونه برتقاني ده ولا ايه؟ الله، خلي بالك عشان ما نوقعش على الترابيزه، احنا هننفلش مسمع الاول. ماشي. استني استني استني، عشان احنا قلنا احنا بنيجي نلعب يا اصحابي بالحاجات دي لازم نفرش ايه؟ مشمع. الله، ده الالوان الجميله قوي. رمل. استني، ده لونه بينك. الله، ده الوانه جميله قوي. استني اهو. الرمل ده فيه رمل تاني، حاجه تانيه في الارضيه. ايوه، بس معلوش شكله غريب. معلوش كيس، ده شكله غريب قوي. اللي في الارضيه ده شكله غريب. ده إيه؟ لسه في كيس كمان اهو. استني، ده فوشيا بقى. بي. اللون الجاي. لا، البينك طلعناه خلاص. فوشيا. ده فوشيا. بحب الفوشيا اكتر. البينك ولا الفوشيا؟ الفوشيا. يعني احنا معانا اربع الوان، فوشيا وبينك وبربر وبرتقاني وبربر وموف. الله، ده ايه بس؟ ثانية، عشان الرمل اللي فيه، بس ثانية واحدة عشان ما نوقعش. ده صلصال، ده مش رمل، ده صلصال اسفنجي. شفت بيعمل ازاي؟ سكوتش، عارفة اللي بنحذفه في الأرض بيعمل زي الكرة وينط ده؟ وفي رمل سحري بقى ايه؟ بألوان قوس قزح. كسكوزة. الله، ده حلوة قوي. طب بقول لك ايه، احنا لازم نجيب مشمع عشان من ايه ما نوسخش الدنيا كده ويبقى الحاجه نظيفه وكده. ماشي. يلا يا اصحابي هنفرش المشمع ونرجع لكم. خلاص يا اصحابي، احنا حطينا المشمع اهو. ماشي، عشان لما نخلص نبقى نشيله ونغسل ايدينا طبعا بعد ما نخلص لعب الصلصال. بالصابونه طبعا. شفتي انا عاجبني قوي الرمل ده. شفتي شكله عامل ازاي؟ استنى مقرب كده اوريه لاصحابنا من جوه. لونه اصلا غريب كده، في الوان كتيره في بعض، صح؟ عارفه في الوان ايه؟ إيه؟ موف على اصفر على بينك على بينك على اخضر على لا مفيش في اخضر، تصدقي؟ في اخضر وفي حاجات جميله قوي. ده الوان قوس قزح كلها هنا. على شفتي عامل ازاي من هنا؟ على احمر على كل حاجة. طب ايه رايك نفتح الرمل الجميل ده الاول؟ لا، ده السكوتش اللي الصلصال السكوتش ده. طيب، اللي هو الصلصال النطاط ده. نطاط. تعالي نفتحه. هنفتح كده. ثانية واحدة بس. هنفتح دي كده يا أصحابي. ما هي دي فتحتها ما اتفتحتش أهي. بيضحكوا علينا ولا إيه؟ إيه؟ لا، استني كده أما أشوف. ما اتفتحتش من هنا. هي عايزة تفتح من تحت من هنا. ده الصلصال طلع معايا، الحقي. استني استني. استني. طيب، ثانية واحدة كده. ده بيلزق. ما هو صلصال عامل زي اللبان كده، ما هو ده السكوتش. وده سكوتش؟ اللي هو بينط. سكوتش. استني بقى ثانية واحدة، ثانية واحدة. سكوتش يا كوتش. استني، عشان هو أصلا الكيس ده ملزق خالص. هنضطر بقى نطلعه ونغسل إيدينا لما نخلص لعب بيه، ماشي؟ بس أنا عايز أقطع الكيس ده. أطلعه إزاي طيب؟ بيطلع إزاي؟ أيوة، ده ما أنت هتعمل كده؟ أوه. ماشي، طلعوا كده يا اصحابي. ده جيب عامل ازاي؟ شكله تحفه. ده اللي بينط على فكره. بصي بقى ثانيه واحده، عشان هو جديد فلسه لازق في لازق ملزق. ثانيه واحده بقى، اما انت ما طلعتش اصلا، اشيل بس اللي لزق فيا ده.
انا عايز اوري اصحابنا حاجه لما تطلعيه ماشي. بص انا هعمله كره ثانيه. بصي 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 اه شفتي بينط ازاي؟ بس لونه جميل قوي. الله 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 الله. بصي 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 ده الكره بتنط. اه ده جميل خالص. وريني. بصي 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 هاتي ايدك لما اصحابنا الصلصال يلزق في ايدينا كده بنعمله كده بحته الصلصال كده ويلزق اللي في ايدك هيطلع على طول. اهو ده جميل خالص. طب يلا بحب الحاجات انا. طب هاتي بس كده ثانيه واحده دي هاتي دي معايا ثواني هكور لك كده. طلعي بقى بالكره الثانيه اللي انا اديتها لك ده دي دي طلعي بيها اللي في ايدك اللي زي في ايدك كده اهو هتلاقيه طلع على طول ماشي. الله ده حلو قوي ده بيطلع فعلا. هاتي 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 طلعي لي بقيت اللي في الكيس يلا طلعي بقيت اللي في الكيس وانا بعمل لك ايدك لما تخلص ماشي. نعمله في بعضه كده. عارفه لو عملناه كذا مره كده ما عادش هيعمل بقى في ايدينا بس جميل جدا على فكره ونوعه حلو ماشي. هاتي افردي بصي حطي ايدك كده افردي لي ايدك كده على الارض هنا. لا هنا اقلبيها الناحيه الثانيه قدام طلعي ايدك قدام ثانيه واحده اهو اهو خلاص اهو. يلا اوعي ايدك كده لسه في في الكيس حاجه في كتير ده حته كبيره قوي. حلوه العلبه دي ده فيها جاي فيها حاجات جميله. الله فاكره لما كنا بنعمل حيوانات وحاجات جميله بالصلصال ده. هو انا كل ما انضف لك ايدك بقى تعمليها تاني؟ ثواني ثواني. هو اللي بيعمل كده. انا ايدك كلها يا عم. حاضر. طب بصوا يا اصحابي هنضف لها ايديها وارجع لكم تاني. شفتي بقى عملنا ايه؟ الكوره دي الجميله دي من الصلصال اللي احنا قلنا عليه الاسفنج اللي بينط ده. والنجمه دي مليناها رمل من الرمل الجميل اللي باقي في البتاع ده اللي هو الوان كتير بقى الوان قوس قزح ده. قوس قزح. اه تعالي كده نعمل النجمه كده ثانيه ما اشوف هعرف اطلعها ولا لا. يا الله ايه ده لونها جميل قوي. شفتي جميله ازاي؟ شفتي جميله ازاي يا اصحابي؟ الله دي تحفه. الله لونها حلو قوي. طب بصي انا عاوز بقى ايه عشان بس ما النجمه دي ما تبوظ مننا يا رب ما تبص عايز انقلها بالراحه. استني كده هنا كده خليها معانا يا رب ما تبص. انا عايز بقى اعمل البتاع دي ونخليها تنط. الله بصي ايه ده. الله 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 بتنط عالي قوي. ممكن بس اقعد تجيبيها عند النجمه خلي بالك. الله ها كانك بنلعب باسكت كده. هاتي كده ثانيه واحده استني كده. اه بتنط عليه قوي بصي بصي. الله الله بتنط عليه قوي. طب هاتي بقى اما اعمل لك حاجه بيها حلو. بصي بقى اما نعمل كده كده اعمل لك بيها حاجه بس عايز عنين. احنا نسينا نجيب العينين بتاعتنا اللي احنا بنعملها بالله اللي بنحطها لها دي. دودة دي قاعدة ولا ايه؟ ممكن خليها تلف كده. انا دودة يا صبا قاعدة اهي وعينيها ادي دودة قاعدة شو عاملة لو معانا العينين بقى اللي احنا بنلزقها هنجيبها لهم المرة الجاية فكريني ماشي؟ عشان نخليها تبقى شكلها جميل. تعملي ايه؟ عايزة تعملي ايه؟ عايزة تعرفي تعملي فيل؟ فيل؟ تعرفي؟ بجد؟ اعمل لك فيل؟ طيب بصي يا اصحابي هناخد جسم الفيل هنقسم كده ونعمل جسم الفيل الاول ماشي. انت هتعوز الحته الثانيه؟ خديها معاكي لما عاوز منها هقول لك هاتيها. ماشي خلاص اوكي. ها دي بطن الفيل الضخمه دي ماشي. هنبتدي نعمل الراس بتاعته والزلومه. ايه رايك؟ خلي الزلومه من اللي معاكي. ماشي ها ولا نعمل دي صغير. ايه اه صغير خالص صغير خالص ضخم كبير. لا لا صغير ما اعرفش عامل كبير ده ابدا. كبير ده انا عامل صغير عشان الصلصال يكفي اللي معانا. اه انت بتعرف تعمل كبير. استني بس جسمه اهو شو بيبقى كده. اه صح بيبقى دي زلومه اهي بس مش مظبوطه قوي. عايز بس هيعوز عينين برضو. هاتي لي بقى رجلين من اللي معاكي. حاضر. هاتي كده حته خد نصها انت عايزاها؟ لا لا هاخد نصها العبي بدي ماشي.
اعمل لكم رجلين بقى يا اصحابي. حاجه مش عارفه هعمل ايه. طيب استني بس اشوف هينفع فيل ولا لا. انا جرب اعمل حاجه كده. ماشي ماشي. يلا دجاجه. دجاجه فرخه يعني. هعمل بطه ولا حاجه. طيب ماشي ماشي. رجلينا اهي ولا هتبقى رفيعه؟ اعمل لا خلي الرجل تخينه احسن. استنوا يا اصحابي. ايه ده لزقت في بعضها. استني يا حاجه. لزقت في بعضها. استنى نعمل ده الديل بعد كده. بص الرجل اهي دي رجل مثلا كده. يبقى شكله وحش قوي الفيل ده. شكله وحش قوي. مش حلو اصلا. صح؟ بلاش مش هعمل فيل يا اصحابي. حاجات كده انا بعمل بطه. بطه؟ بعمل وزه. طيب يلا. اقول لك على حاجه. ايه رايك اعمل لك سمكه؟ طب هات كده. حاضر عايزه حته؟ خدي. شكرا. عفوا. الله ايه السمكه الجميله دي؟ ده تعجب اصحابنا خالص. استني كده. الله شوفوا يا اصحابي ايه السمكه دي؟ شفتوا حلوه ازاي؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ تيجي نعمل لايك كلنا تحت الفيديو. يلا يلا يا اصحابي كلنا نعمل لايك بسرعه تحت الفيديو يا اصحابي على السمكه الجميله دي. تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه. ماشي يا اصحابي. اه حلو قوي ده الفيديو. هادي مبسوطين قوي بالسمكه دي. هياكلوا سمكه النهارده. ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. جلد السمك ده بيتاكل؟ هو مقلي ولا ايه؟ هنقليه ولا نشويه؟ طب ده سمك مقلي وهنعمل بقى بالصلصال ده كمان سمك مشوي بس بعدين. يلا اقول لكم باي مع السلامه. الى اللقاء يا اصدقائي. باي. هتوحشونا خالص خالص خالص. ما تستنوش بكره في لعبه جميله قوي 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 هتعجبكم خالص. باي. الف مبروك.